بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والولاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع الدرس الثاني من سلسلة ديال مهارات لتأسيس أسرة سعيدة. فهذا الدرس هذا داخل في واحد المحور كبير، اللي هو كيفاش تعرف بأنك ما تتصلحش تكون زوج. فماشي كل واحد عنده الفلوس ومشى وعطى الصداق وصافي وتزوج راسه، لا، شحال من واحد اللي راه مزوج ولكن عايش شقاء لانه ما عندوش الاهليه ديال الزواج. فلهذا هذه بعض الصفات، وكل حلقه غادي نشوفوا صفات اخرى اللي تتبين لي الا مشيتي اتصفت بها الرجل راه ما تصلحش تكون زوج. بمعنى شنو تخصك تحيد على هذيك الصفات. فلهذا الصفه الاولانيه الواجب اللي تتخلى عليها هي تعتقد الزوج ان الدور ديال الزوجه هامشي، معناش كانت ولا ما كانتش بس ما كان، لا. لهذا غادي نشوفوا هنايا هاد النقطه هذه. الا اعتقدتي الرجل الزوج ان الدور ديال الزوجه ما هو الا الدور هامشي وانها مجرد خدامه، داكشي اللي تقوم به هي يمكن مراه اخرى تجي تقوم به، والا ما قدرتيش الرجل الدور ديال المراه في البيت من حيث الرعايه ديال الاطفال ومن حيث التعليم ديال الاطفال ومن حيث التربيه ديال الاطفال زياده على الاعمال المنزليه ديال الشقه، الا ما قدرتيش هذا الشيء هذا واعتبرتي هذا الشيء ديال المراه كله غير هامشي، فاعلم انك لا تصلح ان تكون زوجه. نقطه، الصفه الثانيه عدم شكر الزوجه مقابل الاتعاب ديالها. الا مشيتي ما تخليتيش وبعدت على هذه الصفة فاعلم أنك لا تصلح أن تكون زوجة. إذا كانت الزوجة ديالك تتعب وترهق النفس ديالها وهي تتوجد الطعام تتوجد الماكلة اللي بغيتيها أنت وتتشتهيها بعد ما سولاتك شكون هي الماكلة اللي تتبغي ومشات وجدت لك داك الماكلة اللي تتبغي واخا هي ما تتبغيهاش، ونظفات لك ونقات لك الحوايج ديالك، غسلت لك الوسخ ديال الحوايج ديالك وحددتهم وما سمعتش منك الرجل كلمة شكر واحدة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من أزدائلكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوه فادعوا له، على الأقل تقول لها شكرا. الصفة الثالثة اللي خصك تبعد عليها الرجل هو تكون عاجز على تمص الغضب ديال الزوجة اللي هي مرهفة ومرهقة. إلى غضبت الزوجة ديالك بسبب الارهاق ديال العمل داخل ديال الدار وبرا ديال الدار، هي الشقه وخصها تمشي تشري الخضره وتجيب الولاد من المدرسه وتساعدك على المصاريف ديال الحياه، بسبب الارهاق ديال الاطفال والمطالب ديالهم اللي ما تتقاضاش، وسبب الضغوط ديال الحياه اللي تتعرض لها هي الاخرى وما استطعتيش انت حيت تجي باش تمص هذا الغضب ديالها وهذا التعب ديالها، اذا لا تصلح ان تكون زوجا. والسلام عليكم ورحمة الله.